هذه لا ما بالنسبه للدراري المدرسه وبالنسبه للناس اللي كانوا في الباديه والناس اللي انما الاطفال اللي ما عندهمش النقل وعندهم سميتو وغادي يدخلوا يتبدلوا الساعه ويتبدلوا حتى الريتم ديال النعاس ديالهم ديال المعيشه ديالهم غيجبروا شي واحد صعوبه كبيره هي بعد ما تولف يمكن تكون مزيانه ولكن في هذه الساعه الراهنه الناس اللي تولفوا على شي حاجه تيبقاو سميتو لان ما تقدرش تغير الطبائع ولا تغير الساعه ولا تغير الطبائع لان الناس تيولفوا واحد الحاجه تيتركزوا عليها وتيوليو لا واليوم في المحنه لا كثير تيكون هو اليوم موظف يخصهم يدخلوا في واحد الوقت تيبصوا من المدرسه من غير الطلبه من غير يعني حتى الناس الكبار حتى الناس المجنين حتى الناس يعني تنظن بانه كان واحد الشيء ديال السرعه في القرار تيخصو يعني الحكومه لها ري لها سميتو ولكن تنظن عندها كان مزايا وكان اسباب لا سميتو لان خصنا نكونوا حنا متفقين مع اوروبا مع فرنسا مع الناس اللي تتعاملوا معنا تجاريا ومع الناس اللي سميتو ولكن الله غالب. بالنسبه للسعاده اللي غيخليو زعما راه مشكله بالنسبه خصوصا بالنسبه للدراري الصغار ديال المدرسه عوض ما تنوض مع السبعه تتولي مع السته الصباح والظلام مشتوت كي غدير فهاد الساعه تنوض فيها راه مشكله زعما الا بقات هكا راه ماشي هي هذيك وزيدون حتى الخدمه تتفيق تلقى راسك 8 في الليل كتلقى راسك 9 الليل ما عرفتي ما درتي والو في النهار الساعه هذه راه مخربقه حنا راه سمعنا في الاذاعه غادي ينقصوا والناس راه فرحات ودايرين بحساب هذا الحد هذا باش غادي تنقص هذيك الساعه ودايرين بحسابها دابا قال لك عاوتاني ما تلاش غادي نقصوها ولا ما نقصوهاش راه غيكون مشكل النهار تيقصر والدراري الصغار يلقاو مشكل في الصباح مع الظلام غيوليو يخافوا كاين اللي ما غيمشيوش معهم والديهم كاين اللي ما يقدرش يمشي للمدرسه زعما صراحه زعما هاد الساعه هادي ضروري خصها تحيد على القضيه ديال تبديل كل مره كيبدلوا الساعه دابا حنا واخا الكبار كل شهور كل شهور كيبدلوا الساعه كما كنديكالو في العقل ديالنا في الخدمه ديالنا كلشي ولكن اللي هي المشكله الكبيره هي تاع الدراري الصغار اللي كيقراو دابا عندي ولاد ولدي كيدخلوا في الصباح في 8 وكيجيهم الترونسبور في 7 باقي الظلام الدري باقي ناعس حتى على الاقل هما اللي يهموا بهم الامر يدير لهم شي ساعه الكبار ما كاين مشكل ولكن الدراري خصهم يديروا لهم 9 في العافيه يدخلوا 8 ودابا سمعت البارح في اوروبا بلا اوروبا الاتحاد الاوروبي غادي يمحي تماما هذا توقيت الساعه دابا كنقول في المغرب انا اش من فايده فيه قلت لك هي الحاجه اللي ماشي نورمال راه ماشي نورمال اصلا الساعه الزايده المساوئ ديالها بزاف صراحة ملي بدات انا مع عمري ما حملتها صراحة اما القضية ديال الدراري اولا الساعة ولفوا كيناتهم معطلين غينوضوا بكري واخا الساعة كتزاد ديما حتى سميتو ديال النعاس كيتبروغرام على واحد الوقت كينوض مع 6 كيبقى ينوض مع 6 واخا هي راه الخمسة القديمة يعني انا ضد هذه الفكرة زعما واخا بما ان احنا المغرب عادة الجي ام تي خصو يبقى الجي ام تي هذا هو نورمال حتى السيرفو ديالنا خلينا كيبقى مبروغرامي على الساعه مره هي تزاد حتى مع المعاملات مع الناس ملي كتعامل مع عباد الله واحد الفئه ديال الناس غالبية الفئه ديال الناس ملي كتسولو مع عشان تلقى معاك اكثر يعني الناس ريزوفريي والناس اللي فهمتي ما كيخدموش مع القطاع ديال سميتو بالنهاية داكشي كيقول لك واش الساعة القديمة واش الخمسة تلقى مع الخمسة واش القديمة ديالنا ولا ديالكم بحال كيقولوا عندنا في الشعب جوج ديال الطبقة ديال عباد الله المهم انا ضد الفكره هذه 100% ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس